هي رسالة لنتنياهو أن عليك أن تكون حذرا في التمادي فيما تقوم به في سوريا. لا تخطئ التقدير ولا تأخذ المنطقة إلى حرب. في أي لحظة يمكن أن يتخذ قرار، لأن لا أريد أن أقول أنه الآن اتخذ قرار، في أي لحظة قد يتخذ قرار لتعاطي مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا من قبلنا، من قبل سوريا، من قبل القيادة السورية، ومن قبل محور المقاومة أيضا. والإسرائيلي بعد سنوات طويلة اكتشف عددا من هذه الأنفاق. هذا الأمر لم يكن مفاجئا، بل المفاجئ أن هذه الأنفاق طال وقتها حتى اكتشفها الإسرائيلي. في الحد الأدنى، أحد الأنفاق التي تم اكتشافها في الأسابيع القليلة الماضية نفق يعود عمره إلى 13 عاما أو 14 عاما. كل الأهداف التي وضعها نتنياهو لعملية درع شمالي فشلت. قدم لنا خدمات إعلامية ونفسية ومعنوية جليلة. نعم، هو حقق إنجازا وحيدا، وهو أنه هناك عدد من الأنفاق تم كشفها، وهذه الأنفاق ليس معلوما أنها هي كل الأنفاق، وهذه ليست نهاية الدنيا.